يقول لك اللي الام تولد تربي تسهر على الطفل لين يوصل 20 حتى 30 ساعات حتى 40، بعد يتزوج تجي زوجته تقنعه اللي امه نوعا ما. تحكي على تونس كله، نحكي بصفه عامه. اي بنحكي بصفه عامه. فوالا، انت شنو قولك في الكلام هذايا؟ صحيح صحيح 100% زاد، اما سا ديبو انت وشخصيه الراجل عاد، وانت وشخصيه المراه، انت وربيت المراه وانت وربيت الراجل، خاطر كيما تشوف ام وهو تشوف ام امها هي زاد، معناها سا غوفيا او ميم. خاطر انا بار اكزومبل تو كي تجيني مرتي وتقول لي مثلا امك بيها وعليها وكذا، ما باش نقول لها لا ميم شوز، امك بيها وعليها وكذا. حتى وهي تقول في الحقيقه مثلا؟ لا، كي تقول في الحقيقه هذيك حكايه اخرى. الحقيقه لا، الحقيقه الناس كل ما هو صحيح، معناها الحقيقه تغش ديما، فهمت؟ تغشش ديما ما كاين. اما اذا كانت تقول في الحقيقه علاش لا؟ لحد الان ما صارتش الحكايه ولا صارت؟ لا ما صارتش. كيفاش تتعامل معها اذا كان صارت الحكايه؟ فرضا زوجتك جات قالت لك امك بها وعليها وندرى شنو وندرى شنو، كيفاش تتصرف؟ اذا كانت تحكي في الحقيقه. اي. انا ديما محايد راني. كيما هذيك امي هذيك مرتي. اها. معناها كيفاش عمرها ما صارت، اما باش نجي بار اكزومبل عرفتها ايجا انت علاش عملت هكا وايجا انت علاش عملت هكا. وبعد انت عاد بمخك تعرف. ما تصورش الوالدة تقبل انه فما هكا مقارنة بينها وبين زوجتك؟ ما تقبلش، لا ما تقبلش، مستحيل مستحيل. قد ما جبت وقد ما كبرت. كبرتك أول حاجة صعب. كبرتك هاك نتاع صارفين عليك 500 مليار وما الكل في الكل 5000 تقريبا. أما سا ديبون زاد أنت ولا عمر، فهمت؟ خاطر ثم حوايج معناها يلفو ديباسي، يزمك تتجاوزها، خاطر كي تبدا مراه كبيره ويعلم بها ربي، فهمت؟ عن تجربه انت تحكي لي، وقتاش الراجل يكون ضعيف ويمشي مثلا مع كلام زوجته ويصدق كل شيء، وساعات ياخذ قرار مثلا غلط ضد والدته؟ كي يبدا البخوخ وخدام. فهمت شنو هي البخوخ؟ يبدا البخوخ وخدام. ولا شخصيته ضعيفه على الاخر. اكلي ما عاش الصغر وما عاش حتى شيء، هذيك هي اول مراه خطبها عرس بها عرف، هذيك هي، فهمت؟ ما يعرفش يتعامل مع في وضعيتك انت تبارك الله. لا ابو خوخو شخصيه موجوده وتعرف تسير مع الوضع. خاطر احنا بوتيتر كا اكسبسيونيل، خاطر ما نعيشوش لهنا، معناها نحن جو دو سمان في العام، معناها ما ثماش لا مشاكل لا حس لا حتى شيء. في الظل، في الظل يا انا اخويا كان متزوج وصارت برشا مشاكل، رغم اللي ديما توصل له حاجات ماهيش صحيحه، وهو يخدم بحكم يخدم نهار كامل. وكي نجي انا واختي وامي عندها كانت مشكله معانا، ويعرف راجلي كل شيء، وكان كلامها الكل غلط. مع الوقت بشوي اخويا كان يصدقها في الاول، مع الوقت وحده اكتشف معناها، خاطر انا كنت نحب نفسر له من الاول، وبعد لقيته كلامي ما يوصلوش ومش ما يقنعوش، ما حبش يقتنع. من بعد وحده خليناه لين نعرف الحقيقه وحده. يعني تقصد انت كان يتجاهلك انت واختك وامك؟ اي، وكان يسمع كان من مرته، خاطر انا عشت الظرف هذا والكل، فهمت؟ ومن بعد بشويه وحده رجع لفيق، شاف كل شيء بوحده معناها. انت كامراه حسب رايك علاش المراه تختار انه تبعد زوجها على امه؟ والله ما كيما قال لك الغيره، تنجم تكون الغيره معناها من الاسباب المهمه اللي تخلي الراجل يقعد مقسوم، امه تحب تجبد عليها ونفس الشيء مع مرته، فهمت؟ هو يقعد في الغيره، وقت اللي تغار من امراه اخرى مش من امه. غير مثال على فلوسه مثلا، ما تحبش سيرتو يبدا يخدم هو والكل، تحب مثال تقول لك يمشيش يعطي لامه، يمشيش يعطي لاخواته، يمشي ديما في مخه هكاك، ماذا برغم اللي معناها ما جابوش صغار، لكن ديما في مخه ما فهمت. الموضوع هذا بالذات عنده علاقه بين مثلا المراه القاريه والمثقفه ولا المرأة اللي ماهيش قارية؟ ما عندوش حتى دخلة ولا لا، ما عندوش حتى علاقة بالثقافة. انت والتربية، وانت والانتوراج اللي تربيت فيه هي ولا هو، راهو تلقى حتى نفس الكام على الرجال ينجم يكون هو ما يحبهاش هي مع عائلتها، تبدا تلقى العكس زيدا، راهو مثال يقول لك هي تبدا تخدم الكل باش ما تعاونش
عائلتها ولا ما نعرفش. انا نقول مربوطه بالفلوس، والله اعلم. تنجم تكون غيره تحب، كان كل شيء لها هي، حبه ولها هي، فلوس وكل شيء، فهمت؟ وهذا نحكي فيه عن تجربه، مش معناها من فعشتها في دارنا معناها. انكم كوبل بحذايا، كيفاش تنجمتوا تتجاوزوا المرحله هذه؟ والله احنا ما نسمعوش، وحدا كي تصير حاجات هكا ما نهتموش، ما نكملوا معناها. ما تعاود الكلام من با، احنا ما اصلا ما نتبعوش، باش ما نسمعوش باش نعاود معناها. نتصور معناها كان جينا نعيشوا في تونس راهي نفس الحكايات اللي تحكي فيها هذه، كل راهي صاير علينا، علاش يكذب الواحد؟ شنو الفرق بين البرا وتونس؟ البرا خاطر ما عندكش كونتاكت بالعائلات، فهمت؟ هو شنو معناها المشاكل الكل كيفاش تصير؟ بار اكزومبل عرفتها انا ومرتي وانت امي، باش نجي بار اكزومبل هذيك باش تقول كلمه وهذيك باش تقول كلمه، بعد كي باش تمشي امك يا اخي علاش قالت لي هكاكا، علاش تشحرت لي هكاكا، علاش ندرى شنو هكاك. بينما كي تجي ضيف هكاكا نتاع دو سمان ما فماش الريق هذاك. انت الكونتاكت القريب نتاع العائله هو اللي يخليه. هي تحكي لك على مشاكل خوها ومرته، خاطر ساكنين معاهم، ساكنين في نفس الدار، مي سي تو تافي لوجيك. معناها هي صحيح فيها حب الامتلاك، اما 99% فلوس. انا مانيش ساكنه مع، انا اختي نجيو مره في الواحد ومعناها مره في العام وعاملين معاها الباهي، نعتبروها اختنا، لكن هي في تضحك في وجهنا، لكن تمشي حتى نقعدوا مع بعضنا ونحكيوا حكايه هكا، تمشي الخويا تحكيها له بفيرسيون اخرى، على اساس احنا مثال كنا اجريسيف معاها، كنا وهي في الوقت نفسه تكون تعمل روحها تحبنا وتعمل روحها عاطيتنا معناها وجه قدام. ووجه قدام خويا واحد اخر، وقت اللي راح خويا من الخدمه فما حاجات نقعدوا بهتين ونقولوا له ما صارتش هكا.